احنا بنلاقي حد كويس يا يوسف بنتخض. احنا في الزمن ده والله بجد بنتخض، يعني يعني اللي هو يعني يا ترى، عارف انت اللي هو ايه، انت مستني تشوف الوحش من كتر ما هو كويس، مستني تشوف القلبه الغدر المنتظر او اي حاجه، لدرجه ان هو ده بقينا ده واقع عايشين فيه للاسف 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 اني بقول كده، علشان بعدنا عن اخلاقنا الطيبه بجد. يعني عارف انا لاحظت الحته دي مثلا في مين؟ محمد صلاح. اكتشفت ان احيانا في اوقات كده بحس ان الناس، يا جماعه احنا المفروض نبقى فخورين بيه، يعني ده شخص انت لما بتيجي تقعد تتفرج انت احيانا، انا بيجي لي وقت كده، هو بجد ده لعيب مصري؟ يعني انا في مره كنت في مكان كده، فكان في ماتش بينه وبين ريال مدريد، فالاجانب قاعدين عارفين محمد صلاح هو حد، يعني حد كان كله يتخيل اكبره واصغره، فقاعدين محمد صلاح يستلم الكره بيهيصوا، مش مصريين بقى، فالواحد بيبقى فرحان. بقيت اخد بالي ان الفترات اللي فاتت تحس ان في ناس علشان خاطر هم ما اجتهدوش وما تعبوش وما صبروش على حلمهم، طلعوا بقى فمش عايزين يبينوا لنفسهم ان احنا فشلنا، فيقول لك ايه، لا اصل هو، اصل هو اتغير، اصل هو حصل ايه، تلعب بكلامك واحد على قهوه جماعه، انت قاعد فاضي، وبعدين هو في حته تانية. فاللي هو اكتشفت ان الحته اللي انت بتقولها يا شريف، بقينا بنكره النجاح لغيرنا. يا عم طب هو نجاحه اذكى، طب ما تنجح انت كمان، طب ما تجتهد وتصبر وتشتغل على حلمك، ما هو ما وصلش في 3 ثواني، هو وصل في سنين، بس حضرتك شفته في اخر سنه. والله يا يوسف انا نفسي الناس بس تفهم ان مفيش اي حاجه بالسهل، ومحدش بيوصل حاجه بالسهل، حتى اللي بيستخدم الواسطه واي حاجه مش دايماله، مش دايماله في الكون السعي. يا حبيبي ده حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو احنا بنتكلم بالوسطات فهو وسطته ربنا طبعا، في حد وسطته ربنا، خارج من بيته امتى؟ ومنايم سيدنا علي مكانه، وفي النهايه ورايح يهاجر وخايف من اهل مكه، وفي النهايه ياخد طريق تاني خالص، وفي الاخر يروح يقعد في غار هو وسيدنا ابو بكر، وفي الاخر يوصله، وفي الاخر يمشي مكان تاني. ما لو بواسطه رحله الاسراء والمعراج، براق يجي للنبي ياخده من بيته يوديه المدينه المنوره، خلص الموضوع. ماك عشان الرساله، السعي. ايوه الرساله، ما هي دي الرساله، مش النجاح مش بسهوله، وهيروح المدينه مشي، وهيمشي من طرق صعبه. النبي ربنا بيأسس لنا منهج، المنهج ما بيجيش وانت نايم على السرير. فالمنهج النهاردة انك تتعب، المنهج ان فلان بيركب قطر 5 ساعات يوميا وممكن يروح وما يلعبش، وكان بيروح فربنا كافئه، لكن احنا لا، احنا شفناه وهو في الطيارة، لكن شفناه وهو في القطر سنين طويلة، لا 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 لا، شفنا اللقطة الأخيرة، طب ما نتعب زيه، فنحب له الخير. اهو خلق يا شريف، لما تلاقي انسان، عارف لو انسان انت مختلف معاه ولقيته بينجح وفرحت، اطمن على قلبك، الا من اتى الله بقلب سليم. حبيبي ده مش بقول لك ان ناس بينهم بعض خلافات، ده في اخوات بقوا بيكرهوا الخير لبعض، ده في قرايب واسر واهالي بقوا بيكرهوا الخير لبعض وبيقطعوا في بعض عشان فلوس، ده في ناس بقت تتفلسف في زكاة المال وعمل الخير علشان خاطر حب المال وحب الدنيا. فالنهاردة احنا بنتكلم في ايه؟ بس مش مهم، الخير في وفي امتي الى يوم القيامة. شهر شعبان فرصة لكل ده، نبدأ بنفسنا وكل انسان بيشوفنا، ما انش الاوان ان نقعد مع نفسنا قاعدة نقرر فيها ان احنا شهر رمضان الجاي نطلع بتغيير واحد بس،